والمعنويه عاليه. واحنا جينا نطمن عليك ونقول لك احنا معك واحنا مع عيلتك وما شاء الله عليهم اولادك ما شاء الله عليهم ببيض الوجه والحمد لله انهم ناجحين. وزي ما انت حكيت بحبك كلك. الموضوع بالنسبه لنا لا هو مال ولا غيره، صامدين على صدورهم واحنا حاضرين. كل شيء بيحتاجه ترميم البيت هاي اماني في عنقنا. بمحبتنا للجنائيه الدوليه مهم الحج يضلها بخير. هنا انا طلعت مشان اطفي الكارما ولعت نار وعندهم الباب الكهرباء ما بيفتح الا على الكهرباء. لما نولعوا كل المشاتيح لموها وكل النايلون وكل البكس وطح الباب انقطع الكهرباء عن الباب. فطلعت اطفي احسن ما يصير شرط في البيت عندهم. الجيش أطلق علي 4 قنابل منها صوتية ومنها غاز. إحنا بالنسبة لنا سأقول لهؤلاء المستوطنين وعصابات المستوطنين إن هذا لا يرجعنا ولن نستكين. يعني للأسف الشديد اللي شفناه اليوم هو جريمة نكراء وقام بها المستوطنين. واضح تماماً أنه هذا الأمر لم يكن شيء عشوائي، ولكن هذا الأمر باختصار كان بقرار سياسي، لأنه ما جرى بجنين قرار سياسي، وما جرى بنابلس قرار سياسي، وما جرى هون في حوارة قرار سياسي. الأدوات التنفيذ هي المستوطنين. إما أن الحكومة الإسرائيلية تعيش بحالة من الفوضى، وإما أن يكون هناك قرار سياسي، ولكن الأرجح أنه هناك قرار سياسي نفذه المستوطنين مع سبق الإصرار والترصد. وما جرى بهذا البيت، هذه الامرأة الفاضلة اللي دفعت عائلتها كل ثمن كبير، أشعلت النيران في المبنى وهي بقت أكثر من 48 ساعة محاصرة في هذا البيت إلى أن أجوا أولادها من دبي فتحوا البيت عليها، والآن يجري إغلاق المحل على طول الشارع الرئيسي. بجميع الأحوال واضح تماماً إنه هناك إعادة إنتاج لنكبة 48. هناك مذابح، هناك مذابح، وهناك دمار، وهناك حرق، وهناك قتل يجري في هذا الذي شفناه بجنين، بمدينة نابلس، بحوارة، في بيتا. رجل لا علاقة له بأي شيء تم قتله بدم بارد تحت أي شكل من الأشكال. هذه القضايا ترتقي إلى الجريمة اللي يجب أن تحاكم عليها إسرائيل بكل المقاييس. وهل نحن أمام انتفاضة جديدة؟ هلا بيت القصيد هناك غضب شعبي كبير وهناك إحباط كبير، وهذا الغضب الفلسطيني باختصار تتحمل إسرائيل كامل مسؤولية إشعال النار بشكل ممنهج وبشكل يومي. إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد أي مخرج، المخرج هو إنهاء الاحتلال، المخرج هو مسار سياسي. لا يوجد حل أمني في الموضوع الفلسطيني. الحل بالدرجة الأولى حل سياسي، والحل السياسي يجب أن يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا هو المسار السياسي. ولكن واضح تماما أن هناك في إسرائيل حكومة وفيها وزراء متطرفين يريدوا أولا أن يمسحوا الخط الأخضر وأن يمسح الحدود. حكومة برنامجها الأساسي هو استيطان، وبرنامجها الأساسي اجتياحات للأقصى، برنامجها الأساسي هو اجتياحات للمدن. وإحنا نعرف تماماً أنه هناك حالة من الفوضى عند الجيش، وهناك حالة من الفوضى في داخل الحكومة، وأعتقد أنه إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية. كلما يكون هناك انتخابات في إسرائيل نحن ندفع الثمن، وكلما كان هناك فوضى في إسرائيل نحن ندفع الثمن، وكلما كان هناك منحنى جديد عند إسرائيل نحن ندفع الثمن. الشعب الفلسطيني في حالة غضب كبير، وأعتقد أنه استمرار هذا الغضب سوف يؤدي إلى تفجير ليس فقط هنا ولكن في المنطقة ككل. الفلسطيني كان عنصر استقرار، ولكن لا استقرار تحت الاحتلال. لا يمكن لهذا الاحتلال أن يستمر بهذا العدوان على شعبنا. هناك 751 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيهم القدس. هناك مصادرة أراضي بشكل يومي، هناك اعتداءات من المستوطنين، وإحنا بنعرف من التاريخ أنه المستوطنين في المستعمرات الدولة الأم تفقد السيطرة عليهم.